وهم يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعوا إذاعة بانوراما. حلقتنا اليوم عن التمكين وضيفتنا الأولى موجودة معنا بالاستوديو، يعني ما بعرف شو بدي أحكي لكم عنها. خلينا نرحب فيها وهي تعرف عن حالها أكثر وبندخل بالتفاصيل أكثر. خليني رحب بضيفتنا إيناس حلال، فينا نقول أول عازفة إيقاع أنثى، فينا نقول أيضا متخصصة بالعلاج بالموسيقى ومن خلال تجربة شخصية غنية بهذا الموضوع. إيناس أهلا وسهلا فيك معنا. دايما كالعادي أنا لما يكون عندي ضيف بالاستوديو بنسى أفتح له المايك. معناتها مرحبا مرة تانية وأهلا وسهلا فيكم. Thank you so much على الاستضافة. يسعد نهارك إيناس. أنا قلت للمستمعين ما بعرف شو بدي أخبركن عنها، لأنه أنت مؤخرا نزلتي بودكاست اسمه اسأل مجرب، حكيتي فيه عن تجربتك. هيدا البودكاست لكل مستمعينا بتقدروا تسمعوه، موجود على MBC مود بخانة البودكاستات، بتقدروا تسمعوه لأني أنا سمعته شخصيا. تجربة غنية، حلو الواحد لما يكون عنده مشكلة وهو يخلق الحل لهالمشكلة. قبل ما ندخل بتفاصيل أكثر خلينا نعرف المستمعين عنك أكثر. لما بدك تعرفي عن حالك شو ممكن تقولي؟ واحدة منكم حدا. أول شيء أنا اسمي إيناس حلال من سوريا. إذا بدنا نحكي عن الشيء الأكاديمي أو شيء، أنا دارسة إعلام ولكن مهنتي هي بالموسيقى غالبا، يعني كآخر فترة من حياتي وبسبب المرض اللي تعرضت له فتركت كل شيء أشغال ثابتة يعني اتجهت للموسيقى لأنه شيء بحبه وشيء كان بقدر يعني أنه أشتغل فيه على أوقاتي وعلى حسب الوجع كيف كان يجي. من خلال كل هدول الأشياء والخبرة اللي كانت موجودة انتقلت لأتعرف على شيء هو العلاج بالصوت، وكمان درسته، وآخر فترة شغلي المكثف عم يكون فيه لأنه له علاقة بالعلاج من الصدمات النفسية والتروما وكل شيء أمراض مزمنة ممكن أنه كتير يساعد فيها. فخلطت الموسيقى مع خبرتي الشخصية بالمرض، نعم، مع كل هدول التفاصيل بالحياة، وحسيت انه فعلا الموسيقى قديش إلها دور بانه هي تغير من حياتنا ومن كل شيء نحن بنساويه. فهيدا الشيء اللي عم ركز عليه حاليا، وان شاء الله اقدر ساعد العالم وخاصة الاولاد بانه هن يحموا حالهم من تعرض لأخطار ما بعد الصدمة، لأنه الصدمة بتصير وحدة بيقدر يسيطر عليها، نعم، وما بنقدر نسيطر على الأحداث اللي بتصير بحياتنا، ولكن فينا أنه نسيطر على الأشياء اللي بتصير بعدها ونكون يعني حامين حالنا من الأشياء الكبيرة اللي ممكن بس نفوت يعني باللوب تبعها ما رح نقدر نطلع بسهولة. نعم. هلأ أنت بالبودكاست حكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، حكي عن تجربتك أنت كيف استفدتي وكيف الواحد ممكن يستفيد من الموسيقى في العلاج من كثير من المشاكل اللي موجودة عنده. يعني يمكن اللي بيسمع الحكي ما بيصدق أنه هالشي موجود، ولكن هون نحن عم نحكي من تجربة شخصية. صح. خليني بلش معك بدرستي إعلام ولكن أنت عازفة، وأول عازفة درست الإعلام وعزفت عنه وعزفتي عنه لكن ما شاء الله عليك بالبودكاست، وهيدا يمكن اللي خلاني لما سمعته أنا بريح نفسيا، لأنه ما كنت عارفة أنك درسي إعلام بس هلأ فهمت، لأنه الصوت رائع، الأداء رائع، التعبير المستخدمة للإقناع كمان رائعة. فلما كنا عم نسمع تقريبا مدته 10 دقايق، صحيح ما بعرف كيف مرقوا كأنه دقيقة، فهيدا شفتي صحيح عزفتي عنه ولكن فادك. بس الصراحة يعني أنا هلأ متفاجئة ومبسوطة، لأنه أول شيء هي شهادة عن جد كتير بعتز فيها، لأنه أنا كنت خايفة، لأنه أنا أوكي درست إعلام بس أنا
يمكن ولا مرة طلعت حكيت على راديو مثل ما رفقاتي اللي درسوا أعلام هلأ كلهم من أهم الصحفيين يعني اللي موجودين بسوريا وحوالين العالم. نعم. ما طلعت مثلا عملت لإلي برنامج إذاعي هيك بشكل كتير يعني مثل ما الكل راح بهذا الاتجاه. أنا رحت أكتر باتجاه الماركتينج والموسيقى، بس إذا مبين هيدا الشيء فالحمد لله. تقولك شغلي، قدي إلي بمجال الإعلام وقدي إلي بهيدا البرنامج وقدي بستضيف ناس، دايما الأشخاص، في أشخاص بتيجي بتحكيكي وبتقدم لك المعلومات بناء عن علم وخبرة بيعطوكي فعلا شيء، وفي ناس بيبقى عندهم علم وخبرة وبيبقى عندهم تجربة. دايما الإنسان لما يحكي شيء عاشه ويحاول يوصل تجربة هو عاشها، مش معقول كيف بيكون أسلوبه حتى باستخدام الكلمات وبالتعبير وبتوصيل الرسالة بيكون غير انه معبر، بس بيلمس قلب اللي عم يسمعوه. ويمكن هيدا اللي كمان انت بالبودكاست، لانه عم تحكي عن تجربة، عم تحكي عن قصة، عم تحكي عن معاناة، عم تحكي عن حل، فهيدا كله كان واضح بقلب البودكاست. طبعا لكل المستمعين فيكن تفوتوا على MBC مود وتسمعوا التجربة الشخصية وتسمعوا اسأل مجرب لإيناس الموجودة معنا. إيناس، كنت عم أقول لك درست الإعلام وبنفس الوقت ليه رحتي للموسيقى؟ يعني في حب، وبعدين للدرامز بالتحديد، كيف بده يعالج الواحد الدرامز يعني هالعالي أو الصوت العالي كيف؟ يعني لو قلتي لي بيانو، لو قلتي لي بفهم، بس كيف؟ ما هي هي الـ هي الـ يعني هيدا الاستغراب يلي بيصير بين انه من وقت ما اصلا بلشت، هي اصلا بالوراثه يعني انا ابي الله يرحمه كان هو بيعزف درامز، فهيدا يعني هي الدرجه أوكي. الاولى كيف انا قدرت اتعرف اصلا على هي الاله، بس من وقت كنت كتير صغيره مثلا، لانه جاي من انا عائله موسيقيه فكان عندهم كل الالات، فالطبله بطبيعه الحال هي موجوده هنيك، فانا كنت امسك الطبله ودغري اعزف. فأنا بالنسبة لي كل العالم تعرف تعزف طبلة، يعني والله. أنا وقت كنت صغيرة أنه أنا بعرف، بس مو أنا سبيشل، لا كل العالم مسكية طبلة بتعزف طبلة. أنا بقول لك شغلي، كل الإمهات على التناجر أحلى عزف وما في مجال، وأنا وحدي منهم. صح، 100%. بس الفكرة أنه وقت صرت شوف ردة فعل العالم، بس تستغرب أنه كنت أنا أستغرب من ردة فعلهم. بعد شوي وقت اللي أنا باي ذا واي تعلمت الدرامز كفعلا أنه تعلمته بعمر 17-18 سنة. نعم. يعني هو كان موجود عندنا بالبيت، بس ما هيدا. لا، مع الوقت ليش اتجهت للموسيقى؟ لأنه بالدرجة الأولى أنا المرض خلاني كل مرة أترك الشغل الثابت، فلاقي الموسيقى مثلا أنه أنا بالآخر بدي أشتغل، بدي طلع مصاري، سو أشتغل حفلة طلع مصاري، أمرض أسبوع أرجع مثلا يعني اشتغل شوي مثلا، ما اقدر اقعد لفتره طويله، اترك الشغل، تصير مشاكل. لانه حتى انا حاكي عن هيدا الشيء بالبودكاست، يعني المرض كان يسبب لي، خلينا بس نوضح للمستمعين بس شو المرض كان. المرض هو اسمه فايبروميالجا او التهاب العضلات الليفي، ومؤخرا كتير عالم عم تتشخص بهيدا المرض. يعني هو قبل شو هو، شو اعراضه، شو مش ايش، هو واحد من هو واحد من يعني نوع او هو واحد من امراض المفاصل، هو بيصيب العضلات يلي حوالين المفاصل، ولكن هو الشخص ما بيبين عليك انه مريض. يعني هلا انت وقت بيكون شخص معه سكري، انت ما بتقدري تعرفي من شكله انه هو عنده سكر. يعني الفايبروميالجيا هو صعب كتير تشخيصه، هو لهيك هو مرض كتير صعب، لانه حتى الدكاتره بيخطئوا بتشخيصه لفتره طويله، والمريض بيعاني لفتره كتير طويله انه يعرف اصلا انه عنده هذا المرض. يعني انا يوم اللي قالوا لي عندك هذا المرض عملت احتفال. كان صار لي 12 سنة بدور، بدك تعرفي شو فيه. ايه، لأنه كتير صعب، كتير صعب حدا يقول لك إنه ما فيك شيء، لأنت عم تتوهمي. شو بتنوجع يعني؟ شو الوجع؟ هلأ مثلا أنا بلش معي مثلا بوجع بمفصل الركبة، بعد شوي انتقل للركبة الثانية، بعد شوي لمفاصل إيدين، بعد شوي مثلا بيغير شكله كل مرة، سو أنا كل مرة مضطرة أعمل تصوير وتحليل وروح لعند دكاتره جديده واخصائيين جداد. فانت كمان اللي بيصير انه انت كل ما تروحي لعند دكتور هو بيطلع باختصاصه بس. نعم. فلأنه أنت فعليا مثلا إذا رحتي رقبتك عم تجي عقدر تروحي مثلا يا لعن دكتور عظمية يا لعن دكتور مفصل، كل واحد بيطلع باختصاصه، فأنت أصلا المرض كل شوي عم يغير شكله، فأنت أصلا عم تضيعي وعم تضيعي اللي معيك، وكل واحد عم يقول لك شيء، بتصيري تتوهمي انه يمكن انا صح. نفسيا يمكن ودكاترة ستريس، بيقولوا لك انك عم تتوهمي، واهلك بيقولوا لك انك عم تتوهمي، لانه هو مثلا امراض المفاصل في منها وقت تيجي الهجمه بينتفخ المفصل نفسه. الفايبروميالجيا ما بيصير هذا الانتفاخ، وقت تيجي الهجمه، لانه الهجمه يعني بتقعد المريض بالبيت، بتنيمه شهر، يعني كتير بتكون صعبه. ف
فهو كمرض هو ما عم يبين. طب انت عم تتدللي، فهيدا كمان بيسبب اصلا ردود فعل صعبه انه انا المجنونه. نعم صحيح. فلهيك هو كتير صعب، بس الحمد لله يعني انا هلا في يعني صرت حتى اقول وقت كان عندي هذا المرض، لانه انا طلعت بشكل يعني ما تعشت على الادويه، كله رواق، عم مارس حياتي بشكل طبيعي وبشتغل وبعمل اشياء كتير اكثر من اي شخص تاني يمكن. نعم. الحمد لله. بدي اسالك كيف بلشتي تنتبهي انه عزفك للموسيقى ربطتي بين تخفيف من هذا المرض؟ انت فينا نقول تخفيف صحيح من حدة الوجع، من حدة التعب بالموسيقى، كيف فهمتي هالرابط؟ كيف عرفتي؟ ولا درستي وبعدين قررتي تعالجي حالك؟ مثل ما بيقولوا هون حطنا الجمال. أيوة. هلأ الفكرة اللي صارت إنه أنا بطبيعة الحال بس أعزف خلص، يعني الواحد بيروح بمطرح تاني يعني. ولهيك هي القصة كمان كتير بدنا نشتغل عليها، بأنه كيف عن جد الموسيقى ممكن أنه تعالج الأشخاص من الأشياء اللي هي فيها. لأ كيف وصلت للعلاج بالصوت اللي هو فعلا له علاقة يعني هو خاص بالمعالجة بهدول الشيء، وهو منه موسيقى، لأنه العلاج بالصوت. أوكي. علاج بالصوت مش بالموسيقى. يعني هي نحن بنعمل أصوات ولكن أوكي. مش غنية. أوكي. تمام. فهي تستخدم نفس الآلات، في آلات مميزة بتستخدم بالعلاج بالصوت، ولكن نحن أنا ما بحط طبلة وبعزف فيها بيقوم الواحد بس حط له طبلة أو درامز وأعزف فيها هو رح يروق كتير ورح ينبسط طبعًا. كتير أكيد. ولكن الخصائص العلاجية للصوت هي ما لازم نحن نعمل فيها موسيقى، لأنه لحتى نحن نشفي بدنا نوقف العقل عن التفكير، بدنا نوصله لألفا ستيت أو ستا ستيت لحتى هو يفصل، يعني يوصل لمراحل من الموجات الدماغية هي ما بيقدر يوصل له وهو فايق، ما بيقدر يوصل له وهو عم يسمع موسيقى. نعم. بس يسمع الموسيقى مخه بيشتغل، نحن بدنا نوقف المخ عن التفكير. نعم. فلهيك العلاج بالصوت هو شوي مختلف عن انه مشان تعرف العالم انه هو ما نوع غنية محطوطة او حتى يعني في شيء كتير موسيقى هادئة بتروق، طبعا بتروق وبتخفف. نعم. ضربات القلب وبتنزل، ولكن العلاج بالصوت بالذات هو بهي القصة شوي مختلف. فلازم يفهموا العالم انه نحن بنحط موسيقى هادئة، بتلاقوا على اليوتيوب موسيقى هادئة بتروقكم وبتعمل هيدا الإفكت، بس هي وقت بدنا نفوت بقصة العلاج في شيء عميق أكتر. نعم. يعني أنا بفهمك، لأنه لما كنت روح أعمل رياضة كان في حصص ودخلت أكتر من مرة على هاي الحصة بس ما كنتش أفهم شو هي، بس فعلا مريحة. كان في حدا مختص بيعمل أصوات غريبة وعنده طناجر شيء مثل فعلا، وأنا لما جربتها يعني هو أنت بدك ترخي أعصابك فعلا فعلا. أول مرة لما جربت هالحصة استغربت من شغلي عمري ما جربتها، قديه بيفضى دماغك، قديه أنت بتطلعي من الحصة، لأنه ما بعرف هو بتنامي هو يعني بيرخيلك أعصابك. صح. لدرجة أنه بس تصحي بعد تقريبا 35 دقيقة بتستغربي كأنه طفيتي شخص وضويتيه 100%. بتطلعي راسك خفيف وفاضي. صح. فهيدا انت 100%. هيدا اللي بيصير. العلاج بالصوت او هدول التكنيكس اللي بتساووا هن ليش انت بتحسي مخك فضي؟ لانه انت فوتك هو على الالفا ستيت او على الثيتا ستيت، فانت اوقات ممكن تفوتي شوي على الدلتا ستيت اللي هي مرحله النوم. ففي نعم. عالم بتنام انت وقت قلتي انه نمت هو مزبوط، انت يا بتنامي بتخفي، يا اما بس مثلا اذا واحد بحصه وفيه عالم وفايت اول مره فهو بيقاوم النوم. نعم. بس هو حتى لو قاوم النوم فهو عقله فات على مرحله الالفا او الثيتا، فهو صار مثل كانه داي دريمينج او عم يحلم. نعم. فلهيك بتحسي انت فقدتي السيطره على جسمك، وبنفس الوقت بتحسي انه مثل كانك بتفيقي انه انا وين كنت او قديش ساعه. صحيح. او قديش الوقت يلي مرق. انت ما بتحسي بهذا الشيء. هي الحاله هون اللي انت فتي فيها هي وقت اللي جسمك بيقدر يعالج حاله بحاله. نعم. لانه انت نحن الله خلقنا جسمنا بطبيعه الحال هو بيشفى. نعم. فنحن بسبب الاسترس اللي بنعيشه منبطئ هاي العملية. نعم. وقت اللي انت بتعطي عقلك هيدا المجال وجسمك هيدا المجال فهو رجع اشتغل شغله الطبيعي، فهو عالج حاله بحاله. لهيك كمان شغلة مهمة انه اي نوع من العلاجات، وهذا يعني ينسب للعلاج بالطاقة. نعم. هي الفكرة انه انت يعني انت اللي عم تعملي الشغل،
اللي بيكون عم يعمل هيدا الصوت او اللي بيكون عم يعمل لك الجلسه بنقول له فاسيليتيتر، هو يعني بيهيئ لك هيدا الشيء. الشغل الاكبر بيكون منك، بس في شغله كتير كتير مهمه، نيه الشخص اللي عم يشتغل لك كمان بتاثر والله. وهي هي شغله يعني انا وقت درست العلاج بالصوت اول ما فتت لادرسه، انا سالتيني قبل انه كيف وصلتي لحتى تدرسي، انا كنت عم بعمل جلسه علاج بالطاقه بعد ما انا فقدت الامل من كل العلاجات التقليديه اللي انا عملتها وسنين. نعم. اضطريت اني اعمل جلسه لانه كانت اخر خيار لي، يعني كنت مريضه لدرجه انه انا اذا ما بعمل هي الجلسه وبتعطيني امل انه شوي بس يخف الوجع علي فانا ما عاد عندي امل بشيء. بقلب الجلسه ما بعرف شلون اجاني انسبيريشن او هيك مثل مسج، يعني رساله انه روحي شوفي شو العلاج بالصوت، لانه الجلسة اللي عملتها لها علاقة بالاهتزازات أو الفايبريشنز، فأنا بس طلعت من الجلسة طلعت حدا تاني. نعم. خلال ساعة أو ساعة ونص، وأنا كنت بعرف أنه العلاج بالصوت مع الفايبريشنز من خلال العزف ومن خلال الأشياء اللي أنا بعملها قديش، يعني وقت اللي أنا كنت بسوريا كان يمرق الكشاف بالعيد. نعم. فأنا يعني بس يمرق الفوش تبع الكشاف وبالطبول يضربوا فأنا حس بالفايبريشنز تبعه، فوقف هيك حس أنه يعني حس انه في شيء فظيع عم بيصير. وقت كنت كتير كتير صغيرة كمان كنا عايشين بمطرح كانوا يدقوا الجرس، فالجرس وقت اللي يطلع صوته ويطلع الفايبريشن تبعه انا يعني عن جد وقف وهيك فتح عيوني وقف يعني بحالة سكون طبعا. فانا بعدين وقت اللي اجت هاي القصة الالات اللي بستخدمها هي لها نفس الاصوات، يعني هي نفس اصوات الاجراس، الفايبريشنز اللي بيطلع منها بيفوت بالجسم فهو صحيح. بيعمل هيدول التغييرات. اول ما تعلمتها فتت وكنت انه ايه هدول اللي بيحكوا تبع العلاج بالطاقه وبيقولوا لك هيك وطاقتك ومدري شو، انا ما لي خلق عليهم انه بس نجرب منقول لا مزبوط. بعدين فلي درسنا هي القصه قال انه مهم النيه يعني انه تكون عندك، ما اخذت وعطيت بالموضوع. بعدين بلشت انا اجرب هيدا الشيء على العالم، يقولوا لي انه في شيء جلستك غير ما بعرف يعني. نعم. بعدين صرت اتمرن انه انا حتى وقت اللي انا بعمل الجلسه للشخص اذا انا عم فكر باشياء بتخصني شيلها. نعم. يعني اركز انا بقلب الجلسه انه انا عن جد اعطيه مني، عن جد تكون نيتي انه يرتاح، عن جد يعني انه اقدر انه مثل صلي جواتي انه هو عن جد يرتاح، يعني يوصل له هيدا الشيء. فلاحظ انه عن جد هيدا الشيء هو بيوصل. نعم. يعني وبيأثر، لانه نحن طاقه وهو طاقه وكل شيء حوالينا طاقه. فلهيك صار عندي ايمان انه كمان النيه بتاثر كثير، بس انت عم تستخدمي شيء علمي موجود فيه اللي هو الاهتزازات. نحن هلا صوتنا كيف عم يروح للعالم؟ نعم. اهتزاز، وهن كيف عم يعملوا تيون ان على الراديو او على الشانل كمان عم يفوتوا على فريكونسي معينه. نعم. فبس احنا هلا موجودين هون، رح يوصلن صوتنا طبعاً. لبعد مدري قد ايه طبعا نفس الشيء بهي العمليه. طبعا مستمعينا برجع بذكركم تفاصيل اكثر وباسهاب وباسلوب اكثر من رائع. ايناس حكي كل هالاشياء ببودكاست اسال مجرب على بدكم يكون عندكم ابلكيشن ام بي سي مود، ومن خلال ام بي سي مود في محل البودكاست بتدخل عليه، في مجموعة كتير كبيرة صار من البودكاستات والمواضيع المنوعة والحلوة واللي أكيد بتفيدكم بحياتكم اليومية. يعني كيف الواحد بفوت على مكتبي وبيختار الكتاب أو الموضوع اللي بده إياه، بدل ما تقعدوا تقروه بتقدروا تكون عندكم الابليكيشن موجودين بالسيارة، تفوتوا على أي بودكاست موجود وتسمعوا البودكاست. بتمنى تفوتوا تسمعوا اسأل مجرب لإيناس وتفهموا أكثر عن هذا الموضوع، لأنه إيناس شو أهم الأشياء اللي العلاج بالصوت ممكن يفيد فيها، والأشخاص العاديين اللي ما عندهم مرض معين كيف ممكن يستفيدوا من هذا الموضوع، شو الفائدة؟ الصراحة هو هذا البودكاست بالعنوان العريض هو من خبرة شخصية مع هذا المرض، بس أنا كتير بشجع أي حدا بس بدون أي استثناء أنه يسمعه، لأنه نحن عم نحكي فيه شغلات هي علمية أنا اضطريت أتعلمها. يعني أنا لاني دارسة دكتورة ولاني دارسة هدول الأشياء، بس أنا عن جد اضطريت أتعلمها. بقولوا اسأل مجرب وما تسأل حكيم. سأل مجرب وسأل حكيم، نحن هيك بنقول وسأل الاثنين. بس إنه يعني إذا أنا قدرت أعمل هيدا الشيء، إذا أنا قدرت أوصل لمرحلة أقدر فعلا إنه أعيش حياتي بالطريقة اللي أنا عايشتها عن طريق هدول التكنيكس أو الطرق يلي هي موجودة كل عمرها بحياتنا، فأنا حابة شاركها مع كل العالم. نعم. لهيك كتير ضروري إنه كل حدا
يسمع هذا البودكاست، لأنه هو يعني نحن شوفي تمرين الموسيقى هو مثال صغير عن نحن كل شيء كيف نعمله بالحياة. فإذا نحن بنستخدم نفس التكنيكس فنحن نعم. رح أوريدي ننجح بأي شيء بدنا نعمله، خصوصي إذا هو مرض أو إذا هو شيء يعني نحن عم نتعرض له بشكل يومي. والحلو بالعلاج بالصوت وبهدول الطرق إن هي بتعالج الصدمات، وما في حدا منا مو متعرض لصدمة حتى طبعاً. لو كانت كتير صغيرة ما أسرع حياته، وللأسف الكثير شديد نحن بالميدل إيست والمناطق اللي للأسف جايين فيها آخر فترة عم تصير عنا صحيح. مصايب يعني وزلازل صحيح، ودايما في الأشياء كتير صور وأخبار وأشياء سلبية عم تحيط فينا بدون ما ننتبه. يعني أنا وياك كنا عم نحكي قبل الهوى قدي الوجوه والنفسيات تعبانة من وراء الشيء اللي صار، الزلزال اللي صار بتركيا وسوريا والقصص اللي شفناها والحكايات اللي شفناها. ما فينا ننكر كلنا قدي نفسيا من جوا مرقت علينا 10-15 نهار نحن تعبانين. صح. فبالتأكيد وفي شغلة كثير مهمة، إذا بتلاحظي إنه يمكن نحن هلأ رجعنا لشغلنا ورجعنا لحياتنا بس ما عم تحسي إنه في شعور بالذنب طبعا، انه نحن عم نرجع. يعني حتى اذا بدنا نحط شيء على السوشيال ميديا انه عم نحس بالخجل انه لسه في عالم بعد. تحت هي المصيبه ولسه عم تعاني من هدول الاشياء. بس كمان اللي بدي اقوله انه كمان بهذا البودكاست التفاصيل اللي فيه بتساعدنا انه نحن ننتقل من هدول المراحل اللي بنعلق فيها من ما بعض الصدمات اللي بتصير لحتى نحن نقدر نكفي حياتنا طبعا. لنقوى نحن ونقوي العالم يلي موجوده. نعم. فلهيك هو عن جد فيه معلومات ممكن انه تفيد الكل، وبتمنى انه الكل يعني يسمعه ويعطيني رايه لحتى كمان انا استفيد. يعني نعم. اذا جربوا هيدا الشيء اعرف انا انه معناته انا مزبوط عم بحكي. نعم. والشيء اللي انا بدي اقوله وانا عن جد يعني يمكن ما بعرف اذا 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 منيح الواحد يحكي بهالقصه، بس انا اوقات عم حس مؤخرا اني فخوره بحالي، لأنه بعد ما أنا عملت هيدول الطرق وبلشت فيهم بدون ما كنت أعرف، وقت اللي عم بقرأ نفس الكتب يلي بتودي على هيدا الشيء مزبوط أنا عملت هيك مزبوط أنا عملت هيك. فعم حس إنه لا لازم أحكي فيهم، يعني لازم أقول يعني لازم من خبرة، لأنه أنا في إشي عم تأكد لي هيدا الشيء. أنا عم بحكي شيء من عندي بس أنا هو روبي أي شيء موجود. وبتعرفي ما في أحلى من الأشخاص اللي لما بيوقعوا بمشكلة بيحاولوا هني شخصيا يلاقوا حل. إلا في بعض الأحيان وبتصير معي وبتصير مع كتير ناس بتكتشفي حلول أنت عملتيها قبل ما يوقع بين إيديك كتاب أو توصلك المعلومة، بتقولي يا سبحان الله. بس هيدا لأنك شخص أنت ما استسلمت للمشاكل اللي أنت فيها، جربت باب واثنين أنت بدون ما توصلك المعلومة. ففعلا بتصير مع كتير أشخاص وكتير بتكوني فخورة بنفسك ومبسوطة من حالك إنه طب أنا المعلومة أو الخبرية أو التصرف الحمد لله تصرفته، قديش عندي وعي، قديش أنا شاطرة، قديش أنا إيه أكيد بحق لك تكوني فخورة بحالك الناس أنت وكل الأشخاص شكرا. اللي لما بيوقعوا مشكلة ما بيستسلموا، ما بيكبوا المشكلة على شخص تاني هو سببها. لا أنا ما بدي مين سببها ولا بدي أي قصة، أنا بدي أنا شو فيني أعمل لحالي تأطلع من اللي أنا موجودة فيه. إيناس أنا كتير مبسطت بوجودك معنا اليوم، أنا كتير مبسطت بالبودكاست لما سمعته. مثل ما قلت لكم مستمعينا في بعض الأحيان بتكونوا موجودين بالسيارة مشواركم شوي طويل، حطوا أبليكيشن MBC مود اسمعوا البودكاستات الموجودة، وأنا بقترح عليكم هيدي المرة خلينا نسمع إيناس نستفيد منها. وصدقوني حترجعوا تتذكروا أني أنا قلت لكم الصوت الأداء التعبير مذهل في هذا البودكاست. إيناس يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. يعني هيك حاسة قلبي كبر كتير لأنه هي شهادة عن جد تستاهلي عن جد. شكرا كتير، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. إذن مستمعينا خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم.